من موسكو مراسل قاهرة الإخبارية حسين مشيك معنا في هذه التطورات والتفاصيل. أحييك حسين، ما الذي يعني حدث من تداعيات بعد حادث إطلاق النار، وكيف كانت ردة الفعل الأمنية حول ما حدث؟ نعم حساني، تداولت وسائل الإعلام الروسية حول ذوي عدة طلقات نار في عاصمة داغستان محاشقلعة، وتحديدا وسط العاصمة، حيث أفادت وسائل الإعلام الروسية عن أن الأجهزة الأمنية الروسية طلبت من السكان بعدم مغادرتهم للمنازل، وذلك بسبب هجوم أو بسبب محاولة القوى الأمنية الروسية إلقاء القبض على أشخاص متورطين في الحادث الذي تعرضت له عاصمة داغستان الأحد الماضي. فيما بعد أعلنت سلطات داغستان عن أن ما حصل جاء نتيجة وصول معلومات إلى السلطات الأمنية المحلية للجمهورية تفيد هذه المعلومات حول وجود رجل مسلح داخل عاصمة داغستان وتحديدا وسط العاصمة، مما استدعى إلى حضور رجال أمن بأعداد كبيرة جدا إلى المكان الذي وصلت المعلومة حوله إلى الأجهزة الأمنية المحلية للجمهورية. فيما بعد السلطات المحلية أكدت على أن بعد حضور الأجهزة الأمنية تبين بأن الخبر والمعلومات غير صحيحة، وأن الرجل لم يحمل لأي أسلحة في الشارع، وأيضا تم إعادة فتح ساحة الجامعة أو ما تعرف بوسط مدينة محاشقلعة بعد إغلاقها لعدة ساعات من قبل الأجهزة الأمنية الروسية. حتى هذه اللحظة حسان، المعلومات لا زالت متضاربة حول ما حصل في داغستان. هناك عدة أخبار يتم تداولها عبر وسائل الإعلام الروسية، أهم هذه الأخبار هي وجود جماعات دولية لها علاقة وثيقة بما حصل يوم الأحد الماضي وبما حصل منذ قليل في عاصمة داغستان. حتى هذه اللحظة الأجهزة الأمنية الروسية لا زالت تقوم بإجراء عمليات مسح وتفتيش في جميع أحياء العاصمة محاشقلعة، وذلك بسبب تخوف سلطات داغستان من إمكانية استئناف إطلاق النار وأيضا استئناف الهجوم، أي كما حصل يوم الأحد الماضي الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بينهم رجال أمن روس، والذي بدوره اليوم الرئيس فلاديمير بوتين قلدهم وسام الشجاعة نتيجة سقوطهم قتلى نتيجة الهجوم الدموي الذي تعرضت له محاشقلعة يوم الأحد الماضي. إذن حساني، نحن الآن أمام معلومات متضاربة، معلومات من قبل السلطات المحلية لجمهورية داغستان تتحدث عن أن الحضور الأمني إلى وسط العاصمة أتى نتيجة معلومات حول وجود رجل مسلح، وأيضا معلومات أخرى من وسائل إعلام روسية، وبالمناسبة هي وسائل إعلام رسمية تتحدث عن حدوث إطلاق نار متبادل، وأيضا تتحدث عن تعرض سيارة للشرطة المحلية لجمهورية داغستان إلى إطلاق نار. إذن حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات مؤكدة يمكن أن نبني عليها أي شيء. إذن سوف نرى ما يمكن أن يحدث من جديد في هذه التطورات. أشكرك عليها. الآن في موسكو كنت معنا مباشرة حسين مشيك.